اتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية الانتقالية والسمرة لإنشاء فريق أول محمد أمدان دخلو. Women and they are committed to this process, the one being led by the President's security arrangement. He concluded his remarks by actually thanking the نحن الآن نشهد مراسم توقيع البروتوكول الإطاري حكومة السودان عنهم نائب رئيس المجلس السيادي. Today witnessing the signing of the وهو الذي خلقت المومنتوم اللي احنا قاعدين فوقه ده. The Minister Jamal, the Minister of Defense of Sudan. الاطراف الان تتبادلوا الاوراق. Now all the parties they have signed and they are exchanging the documents. اسف كبير جدا للعلماء الرجال. A big round of applause. نتمنى الاستقرار للسودان الكبير. Thank you. السلام واتمنى ان تسود هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الإقليميين والدوليين to Juba to participate. اتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية الانتقالية